احنا بنحبه وبنحب كل المتوشه بتاعته وبنرحب بيه وبنرحب بكل الضيوف، وهو يعني نجم من نجوم مصر وعلامه من علامات مصر. اهلا بك يا كابتن محمد، انت نجم من ابناء النادي الاهلي، حتى لو خرجت بعيد عنه برضه فانت يعني من نجوم النادي الاهلي. كابتن محمد يوسف من الكباتن الكبيره في مصر ومن اللعيبه اللي ليها ما شاء الله يعني باع في الكره المصريه. سلم عليه واقول له وحشتنا يا كابتن، وانت لعيب كبير من زمان. اذا كان الاهلي بقى فاز بثمان بطولات فهو حقق من وجهه نظري البطوله المستحيله في 2013. لو بصينا للنتائج في دور المجموعات كانت صعبه جدا، سواء كان مع أورلاندو كان في نفس المجموعة، كان لوبار كان موجود في نفس المجموعة، كان النتائج كانت صعبة جدا. أنا بقول النتيجة دي، البطولة دي هي البطولة أنا بسميها البطولة المستحيلة في 2013. بنرحب بيك يا كابتن محمد، وحضرتك نجم من نجوم الأهلي وموفق إن شاء الله. البطولة المستحيلة كنت حاسسها كده فعلا؟ بطولة افريقيا؟ اه هي كان فيها صعوبات كبيرة، احنا مش هنطول فيها، بس هنا هي البطولة المستحيلة كنت حاسسها مستحيلة؟ لا والله، يعني انا ما فيش حاجة مستحيلة في كرة القدم، يعني خصوصا بتشتغل مع النادي الاهلي يعني، بس هي كان فيها صعوبات كبيرة يعني. كان الدوري واقف وكنا بنلعب برضو الصبح، مش يعني بنلعب فتره صيام، كان فيها ماتشات في رمضان في الجونه، وكمان كان مفيش مباريات دوري، فكنتش يعني كان اعدادك للمباراه بتاعه افريقيا كان فيها صعوبه، كنا بنعمل مباراه وديه بس فقط لا غير يعني، فكان النشاط واقف يعني، كان فيها صعوبات كتيره برضو. عايز اقول لك كمان ان كان في الوقت ده بركات اعتزل، حسام غالي راح احترف في بلجيكا، فبرضه كان العدد بتاعك ناقص، عماد متعب كان مصاب، يمكن لحقنا في المباراه النهائي بس هنتكلم فيها بالتفصيل.